أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل عام والمرأة المغربية بألف خير، ودائما إن شاء الله مناضلون ها هنا إلى أن تتحقق كل الأمان وكل الأحلام وكل ما تصبو له المرأة المغربية، الأم، الأخت، البنت. نزولا عند رابط الإخوان، أولا وقبل كل شيء أنا أقول لكم هيئة الدفاع معنى علي أنني أعطي شيء تصريح، وإذا ما ندخلش في حيثية الموضوع الله يجزيكم بخير، ولكن يمكن أقول لكم أنا سعيد جدا 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 لهذا الزخم الكبير وهذا الكم الهائل من تضامن اللي عرفوا حسن مكياد هذا العبد الضعيف لله، يعني تضامن لا مشروط من طرف جميع الأطياف جميع الشرائح، يعني لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كلمة حق تعلو ولا يعلى عليها، ودائما هناك شرفاء يقدرون الحقيقة ويقدرون الواقعة على أهميتها وعلى خطورتها، لأنه ربما لأول مرة سابقة أنه فنان غادي قاضي مؤسسة عمومية اللي ربما اشتغل معها سنوات وسنوات أكثر من 40 سنة. على أي الأساتذة الأجلاء حطوا يدهم على الأصبع المهم في هذه الإشكالية ديال التنمر اللي بين قوسين هي غير موجودة في التشريع المغربي في القانون الجنائي، ما كايناش هذه كلمة تنمر، ويعني ملي كتحاول أنك ترفع دعوة الناس اللي غادي يدافعوا لك هيئة الدفاع أنك تحاول ما أمكن أنها تكيف تقلب كيفاش تكيف هذا التنمر. لكن المشكل هذا التنمر بالنسبة مثلا المثال ديالي أنايا، هذا ماشي أول مرة كنتعرض للتنمر، وللأسف أنه جا من دارك وجا من الناس اللي كتعتبرهم أهلك وزملائك ورفقائك. المشكل هو ما بعده، ما بعد الواقعة، لأنه يمكن أنا كبالغ وككهل ربما ممكن عندي الآليات وعندي الإمكانيات باش أنني نتقبل هذا التنمر ونتجاوزه على علاتي وعلى يعني ما أحدثه في نفسي، لكن المشكل هو أنه المتنمر منه له أسرة، له أطفال، وهنا المشكل، هنا المشكل. لأنه أنا نقول لكم أنا ما كنتش عارف شنو، أنا مابقيتش كنشوف التلفازة، ما كنشوفهاش، بحكم أنا رياضي كنشوف أكثر، كنشوف الكرة، كنشوف بعض البرامج التثقيفية، وغالبا كنشوف قنوات أخرى. ما كنشوفش هذا الشيء، الواقعة وقعت السبت، بينما حنا ما شفناش البنت كتجي نهار اثنين في حالة نفسية يرثى لها، ماذا لك يا بلاتي؟ لقد تنمروا علي في المدرسة بسببك يا أبي. ملي حنا على الأقل للأسف كانوا يقولوا ذاك البرنامج يديروا كيف كيديروا بعض البرامج منوعة على الأقل من 12 سنة، على الأقل باش ما يشوفوش الأطفال، لأن الأطفال أخذوا الكلام على ظاهره كيف هو، فكانت مناسبة للتنمر وللتحرش اللفظي وربما نقول لك العنف اللفظي. هذا للأسف هو اللي آلمني، للأسف ما لقيتش مخاطب يقف في جانبي يتخاطب من المسؤولية، على الأقل جبر الضرر المعنوي، أنا لا أبحث عن جبر الضرر المادي، جبر الضرر المعنوي، يرفع لكم المعنويات على الأقل قدام أبنائك اللي عانوا بسببك أنت، اللي كنت أنت هذه المهنة هذه، اللي كنت كتعتقد أن مهنة مدعاة للاعتزاز، مدعاة للافتخار، مهنة نبيلة، مهنة تخدم المواطن، تخدم المجتمع، لكن للأسف
بعد 40 سنة تكتشف أنك كنت تضرب في الماء لكي يصبح صلبا. للأسف هذا ما عندي بنقول لكم. لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.